أهلا من جديد متابعينا ومشاهدينا في كل مكان، صباح المحبة وصباح السلام وصباح التسامح من جديد أكيد على كل المتابعين وكل اللي انضم لنا عبر شاشة قناة خرطوم الفضائية. لسه يا حسن متواصلين في السلام، والصباح جميل جدا أكيد أنه يعني استضفنا مجموعة من الضيوف الأكارم، كل واحد يتكلم لنا عن طريق المجال هو موجود فيه وعن السلام أكيد والمحبة والتسامح. نعم، السلام والمحبة كمان لكل الناس اللي بيشاهدونا والناس اللي تتابعونا وبدوا معنا هذه الفترة من الصباح، وكمان للناس اللي جونا ولسه مواصلين معنا بنحييهم إذا كان داخل السودان أو خارج السودان. وإن شاء الله بعد السلامة تم توقيعه ده يا ميادة عبد اللطيف إن يكون العيشة رخية وكريمة للشعب السوداني، لأنه صراحة الناظر للشارع السوداني ميادة صراحة الموضوع صعب جدا، الحالة الاقتصادية صعبة جدا، والمواطن بيخش وبيطلع في أزمة، من أزمة الوقود لأزمة الخبز لأزمة الدواء، كثير من الناس يمكن ما لاقي حتى حق الدواء. احنا حسن بنتمنى ان شاء الله على السنه الجديده بنحيي كمان الناس اللي واقفين في الصف، الناس اللي بيقفوا في مصلات الصبح اللي جاتنا احنا ان شاء الله السنه الجديده الصف الواقف ده يكون ما في يا رب ان شاء الله. بعد الاتفاق تم بين الشركاء الفتره الانتقاليه ده كل مشاكل السودان البسيطه دي يعني ما كثيره صراحه تتحلى، والوطن ده ينعم بسلام استقرار وتنميه. نسعد في هذه المساحه ان يكون معنا الاستاذ غاندي معتصم رئيس مبادره تيار الطريق الثالث. مرحبا بك وصباح المحبه والسلام. مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين الكرام، ونرجو انه نحاول نقدم يعني ان شاء الله مقترحات وحوار عنده قيمه للمشاهد الكريم ان شاء الله باذن الله. اهلا بك استاذ غاندي، سعيدين بك جدا اكيد في صباح المحبه والتسامح والسلام. مرحبا. بدايه استاذ غاندي، المشروع الوطني في تحقيق السلام الشامل ما يمكن من سياده السلام اكيد في المجتمع الاسلامي. حابين نتكلم عن التسامح المجتمعي في السودان اكيد بصفه عامه ومن خلال الفتره الانتقاليه والفتره الجايه بالتاكيد. والله الاول اللي يجب انه التاكيد عليه وهو التسليم به من الاساس في موضوع التسامح، انه نحن مجتمع متسامح بطبعنا يعني. صحيح. ويمكن تاريخ السودان السياسي بيشهد بمجموعه من المعاطفات، الناس كانوا بيروا انها هي فيها مجموعه من المخاطر، ولكن مرت على المجتمع مرور يعني بكل سهوله ويسر. يمكن اول قرار يعني سياسي سوداني اتخذ من داخل البرلمان كان هو قرار اتخاذ الاستغلال من داخل قبة البرلمان في 19 ديسمبر 55، وبحكم انه في تباينات كثيره بين المكونات السياسيه في الفتره، في جزء منها بيرى انه نتحد مع دوله وجزء بيرى انه السودان ياخذ استغلاله، ويمكن التاريخ السياسي في السودان بيقول انه من المراحل الاوليه عدد كبير من الناس بيفتكروا انه القرار بتاع استغلال السودان كان حيعمل احتراف داخل المجتمع السوداني. صحيح. ولكن مر القرار بكل سهوله وبكل يسر، وظلت المنعطفات تمر على الناس. التاكيد على انه المجتمع هذا مجتمع متسامح وفيه رابط كبير جدا، الرابط بتاع الدين ده رابط كبير داخل المجتمع السوداني بوحد الناس. كل المجتمعات اللي بتكون متجانسه في رابط بيجمعها. نحن يمكن متباينين لكن كلنا نحن لازم نسلم على حاجه واحده، نحن كلنا يعني بلاك يعني خلينا نقول باللغه المباشره، نحن مجتمع يعني فيه كثير جدا من المشتركات، واللغه الان اصبحت يعني منداحه في كل السودان، اغلب لغه واحده تقريبا، والدين رابط كبير، وهذا خلق مجتمع متسامح داخل السودان. لكن الحاجه اللي انه يجب التاكيد عليها انه كل القاده السياسيين سبحان الله بياخذوا المنحى السالب في تقديم أو تقديم التسامح المجتمعي ده لعمل سياسي يقود لاستقرار في البلد. الكلمة عندها تأثيرة. صحيح. الكلمة عندها تأثيرة. كل القادة السياسيين الواحد عشان يحقق مرات أحيانا طموحاته الشخصية أو طموحاته الخاصة بيتحدث بلغة فيها كثير جدا من العالم، لكن في الشارع في المجتمع سلام في التسامح كامل في السلام بكل تأكيد، ونفس التباين ده موجود يعني. جميل. طيب برغم التاريخ السياسي السوداني الكبير جدا صبغنا عليه كثير من الدول، وبرغم هذه الثورات المتلاحقة والخبرة السياسية عند السودانيين جميعا، لكن أنا ما أقدر أقول فشل المشروع السياسي السوداني، لكن لم ينجح حتى هذه اللحظة، لأنه إذا كان نحن بنتكلم من 56 لحد الان نحن برغم الخيرات والموارد الموجوده دي يا استاذ غاندي معتصم في السودان، نحن لله واقفين في صف الجاز، واقفين في صف الخبز، واقفين في صيدليه عشان نشيل لنا دواء يا استاذ غاندي. هو يجب التاكيد اولا عشان نخط الامور على شكلها الواضح انه المشروع الوطني السوداني ظل غايبا منذ الاستقلال حتى هذه اللحظه. تكلمت على الوضع السياسي، نحن اذا تحدثنا عن الوضع السياسي انظر الى الاحزاب اللي بتقود العمل السياسي في السودان كلها. وانظر الى نشاتها. انا اذا كان في كلمه مناسبه تناسب الوضع اللي احنا موجودين فيه الان، ان كل الاحزاب الموجوده الان هي احزاب وافده.
لم تنبع من المجتمع السوداني ده اللي احنا بنتكلم عنه بكل القيم الموجوده فيه والموروث الاجتماعي والتاريخ العريق بتاع الشعب السوداني. كل الاحزاب التاريخيه اغلب الاحزاب. انا اتحدث بشكل مباشر الان. نعم. من اين اتى الحزب الشيوعي؟ من صغيع روسيا يعني. نعم. احنا ما التجربه اذا نجحت في روسيا زي التجربه بتاعت عمان، احنا بلد زراعي رعوي. التجربه هذه من الصعب انها تبي ابلايد او تبي بنفس الطريقه الموجوده بها في روسيا. التجربه بتاع الشعب ثاني بذل مجهود صاغ صياغات وطلع بالنتيجه هذه. انا ما ممكن اشيل التجربه دي اطبقها في بلد زي السودان. نعم. خلينا نتحدث عن حزب البحث، تجربه نشات في العراق بنتيجه لظروف معينه وكذا، في تجربه اخرى لحزب البحث في سوريا. نتكلم على اللجان الثوريه، نتكلم على حتى حزب الاخوان المسلمين. بالنسبه لنا انا بتكلم عن الاخوان المسلمين، ما اتكلم عن الحركه الاسلاميه، يمكن دي شويه مختلفه. لكن في النهايه هي كلها احزاب وافده. ما في حزب، ما في برنامج سوداني، مشروع وطني سوداني تمت صياغته على الاطلاق. ما حصل الكلام ده. اذا النتيجه حتكون شنو؟ اذا انت اصلا فكره مطبقه في الخارج عاوز تشيلها تطبقها في مجتمع، ما يعني ده داير هوم ورك داخلي. اذا تحدثت عن مواضيع الصفوف اللي انا حتجد الناس بتصارع بسرعه، الناس بتصارع بسرعه بتاع ايديولوجيات الان في السودان. صحيح. ان احنا قاعدين نسميها في الطريقه الثانيه بنسميها ديمقراطيه ويست مينستر، علمت الناس كيف يخاطبوا البرلمان وكيف يخاطبوا الجماهير وكذا، لكن الخطاب هذا خطاب خاوي. ما يحدث الناس عن معاشهم ولا عن اكلهم ولا عن شرابهم، يتحدثون عن الديمقراطيه وعن الاحلام وعن كذا، عندما تجد التطبيق للواقع تجد انت في واقع اخر مختلف. اسمح لي يا مياده، انت ذكرت الطريقه الثالثه، دعنا نشوف الطريقه الثالثه شنو. هل ده تيار فكرته شنو، اهدافه شنو؟ هو الطريقه الثالثه هو خروج، اول حاجه مبدا هو خروج على النمطيه. انا لما قامت فكره الطريقه الثالثه قامت بدراسه، يعني الدراسه الاوليه اللي احنا اخذنا التعداد السكاني بتاع السودان، اخر تعداد سكاني انعقد في 2008 اللي هو كان عقب اتفاقيه السلام. وتعداد السكاني كان فيه اشياء مؤشرات ما باليسر، الناس كان المفروض يتداركوها مبكر لكن للاسف الشديد تجاوزوها. كان بيقولوا انه 65 ل 70% من سكان السودان اقل من 40 سنه. معناه انت عندك متغيرات كبيره جدا في المجتمع، المتغيرات كبيره. الميديا دي حس الان بشكل هذا والعولمه، ده متغير كبير. صحيح. اذا انت لازم توعى انه الناس ادراكها ووعيها بحقوقها اصبح اكبر. اذا الخطاب السياسي الممجوج التاريخي القديم ده اصبح غير فاعل في المجتمع بتاعنا الموجود نحن في ولاعنا. صحيح. فنحن ذكرنا انه التقليد، الشكل التقليدي القديم، حتى الحزاب التقليديه يعني هي الان في خلال ال 30 سنه بتاعت الاغاز هي عجزت انها تستقطب الناس. وجهه نظرنا انه في واقع جديد الان في السودان. الاحزاب خلال 30 سنه اصبحت عاجزه، برامجها غير موجوده. ما ممكن تدير عمل سياسي من غير برامج. انا اتحدى اي حزب سياسي الان، وجيبوا انتم موجودين هنا الان، جيبوا الخمسه الغاده بتاعينهم في اي حزب يعجبكم، اول اربعه الاوائل في الحزب، اسالوهم سؤال واحد وشوفوا الاجابه شكلها حيكون كيف. حتجدوا اربع اجابات لاربع شخصيات موجوده في مكون سياسي. اذا ما في برنامج متوافق عليه، اذا ما عندك برنامج متوافق عليه حتضغط عمل سياسي باي شكل من الاشكال، ما ممكن طبعا. نعم. طيب خلينا في التيار الثاني، احنا ما عرفنا الرؤيه والهدف شنو. الرؤيه هي انه تخلق تفرض واقع جديد تواكب المتغيرات العالميه دي. الاكبر متغير في العالم ده الان، في السابق كان الصراعات حقت الايديولوجيا هي الـ هي الـ هي المسيطره على المشهد السياسي في العالم. اذا انت بقيت في نظر في نظرتين، نظريه الراسماليه والاشتراكيه. وانت يا تغيف في النص وتشوف مصالحك، يعني يا تغيف مع اليسار يا تغيف مع اليمين، وبتجد دعم من خلال الموقف بتاعك هذا. صحيح. ومن خلال الدول الكبرى دي بتحاول تنفذ جزء من اجندتها. الان الصراع اصبح صراع اقتصادي. صحيح. النظريه نفسها تغيرت. انا من نفسي قاعد اكتب كثير جدا بقول انه الانغاز استوعبت هذه المتغيرات في وقت مبكر جدا. الانغاز هي كانت حكومه اسلاميه مشت عملت تحالف مع الحزب الشيوعي الصيني، ومن خلاله استخرجت او انتجت مشروع النفط السوداني. كان في استيعاب مبكر للمتغيرات، لكن احنا بعد ذاك تدهورنا، تدهرجنا كثير جدا. اذا العالم المتغيرات الموجوده فيه الان الصراعات بقى صراع اقتصادي. الناس لازم تدرك انه السودان ده بموارده هذه وتراعي مصالح السودان في تحول من حق الاخرين ان يطمعوا فيها. خلينا نسلم. طيب استاذ غاندي، يعني احنا عشان الواحد يقدر يحقق السلام زي ما ذكرت ويحقق الجانب الاقتصادي، مهم جدا انه نقدر نرتقي بالاقتصاد السوداني بصوره جميله جدا الفتره الجايه عشان نقدر ننشر السلام وننشر المحبه في السودان. سلام من غير جانب اقتصادي جميل ما حيكون فيه اكيد. عشان الواحد يسامح جاره ويسامح الحزب الثاني اللي هو عكسه، لازم يكون في مصدر اقتصادي قوي في السودان. كيف نقدر يعني نقوي الجانب الاقتصادي الفتره الجايه ان شاء الله؟ اطرح عليك بشكل مبسط جدا وحقول كلمه
وأعني ما أقول يعني لا أقول كلمة جزافا بيتحدثوا بها السياسيين يعني. نحن الدولة الوحيدة في المنطقة في المحيط العربي والأفريقي الآن تحدياتها في المجال الاقتصادي زيرو. صحيح. السابق نحن الآن عندنا عقدة، أنا كل سنواتي بعمل في النفط يعني، وحتى اللحظة الموجود فيها ما أنا يعني بعمل في قطاع النفط يعني، مش 90 أنا شغال في قطاع النفط يعني. في السابق إذا ذكرت تجد الأسعار بتاعت النفط بهذا الشكل وأسعار الغذاء بهذا الشكل. بعد فترة من الزمن أسعار الغذاء حصل فيها ارتفاع لحد ما تساوت، بعد شوية الآن أسعار الغذاء هكذا والنفط هكذا. صح. الآن أنا أعطيك شيء بسيط جدا، العجل حاجة بسيطة جدا، في 7 شهور أنت ممكن عجل يصبح قابل للتسويق يعني وللذبح زي ما قلت ذكرتي. في 7 شهور العجل الآن إذا وضبطه بشكل كويس وبيعته بيجيب $1,000. صحيح. برميل النفط اليوم أقل من $50. إحنا ما عندنا إذا ما عندنا عندنا مياه عذبة وعندنا very fertilized land، soil fertility عالي جدا، عندنا ثروة سمكية، عندنا النيل، عندنا معادن داخل الأرض، عندنا معادن كل السودان. في نقطة مهمة جدا ذكرتها في مسألة اللحوم الليلة يا بياض وثمان، دي اللحم في سوق ب1000 جنيه وب750 جنيه، ده يعني في اتفاقيات ظهرت في عناوين في صحافة الخرطوم الصادرة قبل كم يوم كده، هنا يا أخي اللحمة دي قاعد تمشي لدولة جارة الكيلو فيها ب5 جنيهات. يا أخي ناس الشركة دي على الأقل يحترمونا ويحترموا السودانية حقتنا دي، إذا قدر نبيع ب5 جنيه خليه يبيع للسودانيين ب10 جنيه صفقان يعني. شوف الفساد ده كيف يعني وصل لدرجة يعني. أنا خليني آخذ كلمة أيسر يعني، لأنه الفساد نفسه تعريفه فيه مواضيع كثيرة جدا. صحيح. لكن الكلمة الأيسر، نحن عندنا أزمة سوء إدارة للموارد. أزمة لإدارة دي المشكلة، إحنا في موارد لكن ما عارفين ندير. هذه الأشياء بتحتاج لرصيد معرفي كبير عشان تدير عمل اقتصادي، محتاج لتعرف. وعندنا أزمة في الأخلاق برضه لو تتفق معي في الموضوع ده، لأنه بيجي الاستغلال في كل حاجة يعني موجود، إذا كان حتى من المواطن. إحنا ما نلوم الحكومة بس الحكومات برضه المواطن إحنا نهبش شوية كده يعني. خليني آخذ زاوية شوية، أنا دائما بحاول آخذ الزاوية الإيجابية يعني. جميل. حتى إذا نرجع للموضوع الفساد اللي ذكرته، وأنا ما أقدر أتجاوزه بالكامل، إذا أخذت المواضيع بنماذج الفساد بتلقاها 70 أو 80% منها هي عدم معرفة. صح. يعني ما قد ما تجد الإنسان فاسد يعني. الواحد هو موجود في منصب وما بيعرف يدير المنصب بصورة جميلة. جداً. وهو شخص نيته حسنة جدا، لكن هذا لا يكفي. لا يكفي أنك تكون حسنة، يجب أن تكون أنت مدرك لما تعمل، خبرة المطلوبة بخطوة لأنك تدير هذا العمل. إذا ما توفرت لك العناصر بتاعة المعرفة والخبرة، والخبرة هنا الرصيد بتاعها رصيد كبير جدا. صحيح. إذا عاوز تبيع لحوم لازم تعرف الكونتراكت بتعمل كيف. إذا الكونتراكت ده فيه كلمة بسيطة جدا مختصرة في غاية البساطة خطأ، بتخسر كل العناصر بتاعتك بتاعت النجاح حقتك. إذا العملية الاقتصادية، أنا طبعا تحدثت كثير جدا عن أنه التعريف بتاع الاقتصاد عندنا حتى قاصر. قاصر أنك تقول والله هذا اقتصادي معناه حيحل أزمات الاقتصاد، والله هذا خبير اقتصادي حيحل أزمات. لا لا ما صح. الاقتصاد عملية يعني فيها زي مجموعة من الاختصاصات اللي بتتجمع مع بعض. الآن احنا حاسين ان لازم في المينا عملية لوجستية فعلا، اذا معناه انت ما من غيره ما عندك الاقتصاد. صح. الآن ما عندك طيران عشان تنقل اللحوم بتاعتك، معناه عندك أزمة. صح. لازم تجدها، لازم يكون عندك ناس بتاع العقود. إذن عملية هندسية قانونية إدارية بتتكامل فيها كلها بتصنع عمل اقتصادي. طيب لازم نحن نصمم لمتين يا صبغان دي يعني، ما خلاص كفاية لازم هذا تمشي. إذا شوفوا حلول، هل في حلول عند الطريق الثالث ولا الحلول أنتوا ماشيين في شراكة مع الفترة الانتقالية مش كده؟ لا نحن ما عندنا أي شراكة مع أي جهة. لا نقدم نحن هذا الطريق أصلا طرحناه بالمناسبة قبل الثورة. يعني المشروع هذا طرح قبل الثورة وطرح على سنة إن إحنا ندير الأمور بتاعتنا قبل الانفجار الحدث ده عشان تمنج، ولكن للأسف الشديد. طيب دوركم يعني شنو أستاذ غاندي في الطريقة الثالث يعني في نشرة الاستقرار والتسامح ودعم الاقتصاد السوداني أيضا؟ والله أكثر صراحة يعني نحن كل المجهود اللي بذلناه بذلنا في إنه ندعم التأسيس لمشروع سياسي اقتصادي، اللي هو في النهاية ممكن تلخيصه في إنه هو مشروع وطني سوداني. إذا لم يكن هنالك مشروع وطني سوداني لن يكون هناك استقرار سياسي، إذا لم يكن هناك استقرار سياسي لن يكون هناك استقرار اقتصادي. هذه أشياء لا يمكن الفكاك منها. نحن بذلنا في إنه نضع برنامج سياسي اقتصادي. البرنامج الاقتصادي الآن اللي بتحدث عنه أنا ما برنامج موضوع على الأرفف الآلة، برنامج أنا بقول إنه بسميه ممكن يكون غابل للتطبيق. جميل. وهو أنا لا أتحدث من جزافا يعني، وأنا عندي تجربة كبيرة جدا في الأعمال الاقتصادية يمكن في الداخل وفي الخارج. البرنامج هذا تطبيقه لا يأخذ من الإنسان زمن كبير، لكن إذا ما في ناس يديروا هذا
العمل الاقتصادي من المستحيل تخرج من الازمه بتاعتك هذه. نعم ان شاء الله نطلع من الازمه دي. اتكلمت عن المشروع الوطني التوافقي اللي بيسع كل السودانيين بكل رواول، وكمان اللي بيجيب الناس الكفاءات اللي بيقدر يمشوا ويقدموا الخير لكل السودانيين. حاليا تمت عمليه السلام، تم الاتفاق، تم تكوين مجلس الشركاء، في اعتراض من رئيس مجلس الوزراء انه في بعض التفاصيل ما اتفقوا عليها، في اعتراض من الحاضنه السياسيه على المجلس الشركاء، حصلت اشكاليه، الشارع السوداني بقى ما فاهم ما حصل شو. انهم في نص الماده 80، الوثيقه الدستوريه، اتفاق السلام، فيا ريت لو نبسط الاشياء دي عشان الشارع يعرف ذاته الحاصل شنو، يعني لا الان في دعوات لانه يا اخي يكون في تصعيد، يكون في الناس تقفل، يعني كلام كثير كده بيحصل في الشارع. اول نعيد الامور للنصابه يعني بشكل الاساسي. الوثيقه الدستوريه يعني كم خرق للوثيقه الدستوريه تم حتى اللحظه اللي تحدث فيها؟ كثير. انا ممكن احسب لك اكثر من 30 خرق للوثيقه الدستوريه تم في فتره زي. اول شرط في الوثيقه الدستوريه انه يكون في برلمان بعد 90 يوم. احنا الان نتحدث على عام ونص. لماذا لم تنجز الوثيقه الدستوريه؟ انا حتكلم بكل الاشياء المفروض يدركوها الناس، يعني انا اطلع على الشارع عشان اعمل شنو؟ لانه من الاساس نحن من اول يوم وكل اعضاء الحريه والتغيير، اتمنى انه يكون بيسمعوا في هذا الكلام، قلنا ان هذه الوثيقه وثيقه هو اعلان الحريه والتغيير لاداره فتره انتقاليه هي انتهت بسقوط النظام. مفروض تتعامل برنامج جديد، لكن المحاوله بتاعت التكسب الحزبي المالوف يعني في تاريخ السياسه السودانيه انه ناس يحققوا مكاسب لاحزاب ولا بعض عمليه بتاعت التنميه لمجموعه من الناس اخرجت الحراك الشبابي الحر اللي هو ما كان منتمي لاي جهه من الجهات عن سياقه، انتج وثيقه دستوريه. انا بالنسبه لي الوثيقه الدستوريه من اول يوم هي معيبه، هي بين طرفين. انا اعتقد انه المجموعات الشبابيه اللي خرجت الشارع دي المجموعات الحريه والتغيير ما تمثلها حتى حاليا في مجلس الشركاء، ما في حتى للجان المقاومه ما في حضور تقريبا، ما في العمل السياسي ما بيقوم على الاحتجاجات. العمل السياسي بيقوم على المبادرات. انت عندك انت عاوز تعمل شنو؟ مش لانه انا رافض الاسلوب بتاعي انه اي حاجه يدعمل انا رافض ليه ده انا ما فرحت. ده غلط. احنا لما الناس فرحوا بالوثيقه الدستوريه قلنا الوثيقه الدستوريه دي ما عندها معنى. ما حضغوط لاستقرار في السودان. لكن الشباب الان بقى اصبح رافض. انا بالنسبه لي المجموعات اللي حكمت اكبر ازمه ليها ان هي ما بتمثل الشباب اللي خرج. ما في شاب في السودان ده خرج في احداث من 19 ديسمبر حتى سقوط النظام في 11 ابريل خلف اي رايه حزبيه. ما فيش. طيب اذا اصبحت ازمه. انا بفتكر انه الازمه الرئيسيه اللي احنا واقفين فيها الان مجموعات الحريه والتغيير عشان تحافظ على ولاء الشارع لها بتقدم يعني مسلسل متواصل من تغبيش العقول، بتقدم ما يمكن ان نسميه انا في اللحظه دي هو بنسميه برنامج ما يطلبه المستمعون، بيشوف الشارع بيكتب بيقول عاوز شنو وهو بيقدمه وتحقق ليه وطلب. الغاده السياسيين هم اللي بيقودوا العمل السياسي صحيح، مش الجماهير بتهتف والغاده السياسيين بيطلبوا. انا مره اهتف ليك وانا الحاجات اللي بهتف فيها اصلا ما يتحقق فيها ولا 1%. والشارع اصلا مطالبات الثوره دي ما في حاجه اتحققت فيها ولا حتى حقوق الشهداء الناس بقت ما قاعده. طيب استاذ غاندي اعتقد انه يعني عدم دي هم القضيه ما الناس ما قاعده تتكلم فيها. الآن ما نذكر بواضح الحاصل للشباب من إحباط نتيجته إيه يعني؟ نتيجته إنه ما في ثورة الآن. لا ما في ثورة، اللي بيتحدث عن ثورة الآن هو زول واهم أو زول عايش على واقع افتراضي أو هو عاوز يعني يواصل الحالة بتاعت التوهم بأنه إحنا ما في ثورة الآن، الثورة الآن خلاص يعني ما موجودة الآن. حتى المجموعات الآن الناس عملوا أنا بسميه إنه أنا سميت ناس الحرية والتغيير قلت لهم إنه والله إنه الشباب في الشارع ده لأنه هو ما عنده رؤية سياسية ولا عنده رؤية اقتصادية. بقي يعمل مجموعات جديدة من خلال. لا هو في اللحظة ديك أعطاكم تفويض. التفويض ده سحب. التفويض تم سحبه تماما من وقت مبكر. أنا أقول لك شيء يعني مهم جدا والناس يجب أن تدركوا وتعابيه بالكامل، توعابيه بالكامل. هل في سياسي سودان الان قدر يخاطب الشارع الشباب الطالع في الشارع ده باي شكل من الاشكال خطاب مباشر؟ لا. هل في ثوره من الثورات ما عندها غايه بتتحدث باسمها؟ في طبعا قائد. لا هذه ثوره ما عندها غايه الان. صح. لكن انت قلت لي ما في شخص الان في السودان قدر يخاطب الشباب ده باسم الثوره حتى لحظه تتكلم عنها. طالبه قائمه وثوره محروسه بلجان المقاومه بالثوار الاوفياء الخلص لهذا الشعب السوداني الذين يحملون المشروع الوطني الناجح وانت كالبت الاحزاب السياسيه عليه مناصب السلطه. موضوع طويل. انا اقدم ما يطلبه المستمعون ايضا. انا اعتقد ان لجان المقاومه هي يعني كيان غير ما عنده برنامج
ودي مشكلة كبيرة. أي شخص الآن في شارع ممكن يأخذ لافتة ويقول أنا لجان المقاومة، ما في شخص يقول لي أنت ما لجان المقاومة. وين البرنامج؟ لازم يكون في برنامج. أنا عشان نحن نكون واضحين، أنا بالنسبة لي إنه الشباب الموجود في الشارع ذي الآن هو الرصيد بتاع مستقبل السودان. صحيح. والحديث أنا ذكرته في أول يناير في قناة أم درمان في 2020 وقلت إنه مفروض إنه حزب المؤتمر الوطني ورئيس الجمهورية يتبنى الشباب هذا ويتبنى برنامجه وينفذ له بأي شكل من الأشكال، ولكن ذاك الثورة في بدايتها يعني. وقلت إنه الشباب ده من حقه إنه هو يتبنى برنامجه وهو بمثل مستقبل السودان. صحيح. لكن للأسف ما حصل الكلام هذا. الآن الحوار هل هي تتم تهميش الشباب بصورة؟ الشباب ما في شخص يقدر يهمشه. طيب لكن الشباب اللي يتبنى برنامج. طيب يا أستاذ غاندي عفوا، يعني الشباب هو أساس المجتمع السوداني عموما، وهو إحنا المعولين عليه في المستقبل إنه هو يبني السودان وغير من نظام الموجود في السودان عموما. إحنا كيف ممكن نرتقي بالشباب السوداني؟ كيف نقدر نرجع الثقة في المجتمع السوداني أكيد، وفي الحكومات أكيد أيضا الموجودة، في قوى الحرية والتغيير، في كل الجبهات أيضا موجودة أكيد. مبدأ يعني بالنسبة لي أنا مبدأ يعني عشان نجد نستفيد من الجلسة هذه ونحاول نقدم فكرة. جميل. أنا أعتقد إنه الأحزاب بالشكل اللي وصفناه به الآن هي غير قادرة أن تقدم أي مخرج آمن في المرحلة اللي موجودة فيها الآن. لأنه التفويض محدود الأجل. الآن ما في تفويض شعبي. يعني الآن ما في حد عنده تفويض شعبي. أنا إذا ذهبت الآن للجماهير باسم الطريقة الثالث وقدمت برنامج سياسي وبرنامج اقتصادي، الجماهير دي انتخبتني انتخاب. إذا انتخبتني البرنامج معناه أنا بنفذ البرنامج اللي انتخبت عليه. الآن ما في جهة منتخبة أعطوك تفويض. فشلت في انك انت يعني تحافظ على الحكمه المطلوبه عشان تخرج البلد من ازماتها، دخلتها في ازمات كبيره واعطيت الناس احلام كبيره جدا لكن ما قدرت اعمل حاجه. بالنسبه لي الشباب الان ما عنده كيان. الكيانات التاريخيه دي انا بالحسابات الخاصه تجاوز الزمن، لكن العمل السياسي لازم يقوم على حساب سياسيه. جميل جدا. طبعا لازم عندنا رافض. انا بالنسبه لي انه المنصه الموجوده الان بتاعت الشباب هذه هي المؤهل لانها تؤسس حزبها عشان تقود المرحله الجايه على اسس سليمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وتمرغ الى برا الامان. هنكمل معك اكيد مياده، حنمشي كنترول فاصل ونرجع نكمل، نجي راجعين نواصل من قطع من حديث مع الاستاذ غاندي معتصم حول الراهن السياسي والسلام والمحبوب للناس. فاصل ونواصل. سبت أمم عهد جديد حضارة وسلم، أشوفك فوق سبت أمم عهد جديد حضارة وسلم. جديد متى
متابعي ومشاهدي فضائية خرطوم في صباح السلام والمحبة والتسامح من جديد، ولسه متواصلين معكم ومع ضيفنا الأستاذ غاندي معتصم. يسعد صباحك من جديد. مرحبا بكم كثير نواصل إن شاء الله. مرحبا بك، وكمان نرحب بضيف جديد انضم لنا الأستاذ أحمد عيسى قيادي من الجبهة الثورية السودانية، وبكل تأكيد نحييك تحية السلام والمحبة وحبابك. مرحبا بكم في فضائية خرطوم وبأسرة فضائية خرطوم خاصة وبالشعب السوداني الأبي. فضائية الخرطوم قلب الثورة، واستضافونا مما جينا من الوحدة الأولى في اتفاقية جوبا لسلام السودان، ونحن سعداء جدا أن نكون اليوم ضيفا في برنامج السلام والمحبة والتسامح. أهلا بك أستاذ أحمد عيسى، وسعيدين بك جدا أكيد زي ما ذكرت، وأكيد قناة الخرطوم فاتحة أبواب لكل الموجودين عشان يبينوا دور السلام ودور المحبة ودور التسامح أكيد في نشر الثقافة السودانية بالتأكيد. أستاذ أحمد، حابين نتكلم عن الجبهة الثورية، يعني الناس كلهم معولين عليكم في الفترة القادمة أنكم تقدروا تحققوا السلام في ولايات السودان المختلفة من خلال اتفاقية جبهة بالتأكيد. تكلمنا عن خطتكم المستقبلية إن شاء الله الفترة الجاية. أول خطوة استجابتنا للسلام والبرنامج برنامج السلام، والشعب السوداني طالب في ثورته العظيمة بالسلام، فاستجابة الثورة أو الجبهة الثورية للسلام كان هي بداية الانطلاق نحو تحقيق أهداف الثورة حرية سلام وعدالة، ونحو تحقيق أهداف ثورة الكفاح المسلح أيضا. كنا نطالب بالتغيير وبالسلام، وبعد ما أتينا إلى الخرطوم وشكلنا مجلس شركاء فترة انتقالية ووأمنا الاتفاقية في الوثيقة الدستورية، الآن نتأهب لتشكيل أو إكمال هياكل السلطة الانتقالية والتسكين مجلسي السيادة والوزراء، من ثم ندخل في الترتيبات الأمنية لتنزيل الاتفاقية على أرض الواقع. فقط الاتفاقية ليس توقيع، تنزيل الاتفاقية هي التي تؤتي بالثمار سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ويكون بردا وأمنا وسلاما للشعب السوداني. جميل، نحن ما نعمل في ذلك إن شاء الله بكل تأكيد. طيب أستاذ غاندي، ما بعد توقيع السلام وتنزيل الاتفاقية على أرض الواقع، وده تتطلب عمل كبير جدا كبير وجهد كبير لكل السودانيين. طيب التباينات والاختلافات اللي أظهرت ما بين مجلس الشركاء ومجلس الوزراء، يا ريت نتطرق له، وشاركنا فيه الأستاذ أحمد عيسى. هو زي ما ذكرنا في السابق، يعني هو محبة سلام لكم جميعا متابعي ومشاهدي قناة الخرطوم على اقتداء هذا الوطن الحبيب الأسمر الجميل صاحب الحضارة والتاريخ، ونتواصل في هذه الفترة المفتوحة سلام ومحبة وبرعاية كريمة من مبادرة السلام والتسامح المجتمع. نسعد في هذه المساحة، نرحب من جديد من داخل أستوديو الأستاذ غاندي معتصم تيار الطريق الثالث رئيس المبادرة، وأيضا الأستاذ أحمد عيسى قيادي للجبهة الثورية. أستاذ غاندي، قبل الفاصل تكلمنا عن التباينات والاختلافات في الرؤى في تشكيل مجلس الشركاء، لكن خلينا نمشي سريعا للأستاذ أحمد عيسى ونتكلم عن مستقبل العلاقة ما بين الشركاء الفترة الانتقالية، إذا كان حرية تغيير، إذا كان المجلس العسكري أو الحاضنة السياسية فيه تغيير، إذا استثنى من الحركة تحرير السودان والجبهة الثورية. نعم، مستقبل العلاقة أنا بشوفه من خلال باب الطريق اللي ممكن يخرج الناس لبر الأمان، اللي هو طريق قيادة التغيير في السودان. نحن الآن لا نبحث عن كيف يكون التغيير، ولكن في قيادة التغيير، لأن الشعب قام بدوره وقدم تضحيات جسام وأسقط النظام ووضع ملامح واضحة جدا حرية سلام وعدالة. على القيادة السياسية المكلفة أن تحقق هذه الأهداف، من خلال هذه الأهداف سوف نصل إلى الدولة المدنية والتحول الديمقراطي. فالمناكفات التي تحدث الآن بعد المشاكسات التي حصلت في المادة 80 في الوثيقة الدستورية والصلاحيات وحلحلة الخلافات والتباينات وتعالت الأصوات، وبدت تظهر أصوات جديدة أن هذه وصاية وما وصاية، فده ساقنا لمؤشر أن الخلاف ما في جوهر الموضوع، لكن الخلاف مبني على أهداف وبرامج الأحزاب وليس أهداف الثورة. لأن المادة 80 أسست القيم شراكة جديدة، مجلس شركاء السلام وافق عليهم مجلس السيادة ومجلس الوزراء،
ولكن بعد ضغط من لوبيات أو أحزاب أو بعض المجموعات حصل بعض التصريحات وتصعدت وصلت مرحلة يمكن حسي بيقوا يسموها وصاية. فدي جرتني لحتة إنه قبل كده المصطلح ده سمعناه برضو أيام كان اليوناتامس القوات الأمومية في جهة بيفتكر إنه في جهة بيلعب في جيم في أقصى اليمين وفرض وصاية على الدولة. وبعد شيء دي جهة كمان بتلعب في أقصى الشمال وفرضت وصاية على الدولة. والشعب قاعد يدفع ثمن في النص. كل يوم الصفوف بتاعت الوقود بتزيد وكل يوم الصفوف بتاعت الخبز بتزيد. في نفس الوقت جاء شركاء السلام جاءوا من اتفاقية السلام ومن المفترض نزلوا اتفاقية للأرض عشان بعد ذاك تحقق الأمن والاستقرار والاقتصاد يزدهر وأهداف الثورة وننطلق. طيب أستاذ أحمد أكيد في معوقات قابلتهم أنتم أكيد في الجمعة الثورية الموجودين أكيد في السلطة الحاكمة في تنفيذ اتفاقية السلام وإنزال على أرض الواقع. نعم. عشان نقدر يعني نقلل الاقتصاد الصدري ونقلل الصفوف اللي أنت ذكرتها. أكبر المعوقات التي تهدد السلام وتهدد الحرية تهدد العدالة هي المشاكسات التي تحدث الآن لأنها ليست جديدة. منذ بداية الشراكة بين المجلس العسكري والمدنيين كان هنالك مشاكسات وهذه المشاكسات قللت من قيمة تضحيات الشعب السوداني. والشعب حسي واعي جدا ومتابع بعرف أنه وين الطريق الصحيح. كذلك يا أخي العزيز يعني المهددات الإقليمية والدولية التي تحيط بالسودان إذا كان نحن الآن بنعاني من وضع ماشي لمجاعة إذا مثلا الأوضاع ما يتحسنت وما في وما رفع السودان من قائمة الإرهاب أو تجددت الحروب في السودان مشكلة. في أحزاب رفضت السلام من أول يعني إذا الحروب دي تجددت في تاني لاجئين جوا من دولة تانية وأثروا في ولايات اقتصادية ومنتجة على السودان. فيتخيل ولحد الوقت ما في مانحين والأمم المتحدة قاعد يصرف على اللاجئين في العالم لأن اللاجئين السوريين مال العالم وبيجاء اليمنيين وغيرهم وغيرهم وغيرهم. يتخيل شكل المنظر ده إنه إذا اللاجئين ده الموارد بتاعتهم انتهت في الولايتين ديل وسكان الولايات إذا هم ما دخلوا سكان الولايات ديل هينزهوا نخلوا لون الولايات لأنه بيكون ما عندهم شنو صح. الحاجة اللي بيأكلوها يا ريت الناس تكون خاطر حاجة دي كوارث كبيرة جدا جدا ما بتجي إلا بالشراكة. يعني الليلة من المفترض القوى السياسية ما تتأخر ولا ساعة واحدة ولا دقيقة ساعة كثيرة زادت يا أستاذ أحمد. طيب نمشي لأستاذ غاندي وسريعا كده يعني نحن محتاجين نثبت يعني بأيادينا وأسناننا على هذه الاتفاقية التي تم توقفت الحرب يعني الحرب التي استنزفت كل موارد السودان ده سبع السودان كله إذا كان الناس في مناطق الليو والنازحين ده تأثيره كان أكبر لكن برضو أثر على كل السوداني أثر برضو على تنمية الدولة. دارينا نشوف المخرج الآن الطريق الآمن لهذه الشراكة حتى السودان ينعم ما في أي صف ثاني ما نشوف أي صف ويزول يأخذ حقه في السودان. أنا الطريق الآمن بالنسبة لنا هو ناس يعودوا للحقائق ويناقشوها كحقائق بعيد من الأحلام الوردية يعني اللي بيرسموها الناس للشعب لما يدخل في المعترك السياسي واشوف الحقائق. أنا بالنسبة لي الوثيقة الدستورية وقعت بين طرفين مجلس عسكري وقوة إعلان الحرية والتغيير. الإخوة في الجبهة الثورية كانوا جزء من إعلان القوة إعلان الحرية والتغيير. لماذا تم تجاوزهم وقيمة المؤسسات حقت الفترة الانتقالية في غيابهم؟ عشان نحن ندخل الآن بعد سنة ونص من وجود حكومة في معترك جديد. هذا سؤال كبير يعني. أنا بالنسبة لي الوثيقة الدستورية نفذت ناقصة من أول يوم. في مكون رئيسي موجود وموقع معاك في قوة إعلان الحرية والتغيير وإنت أخذت المكاسب هذه باسمه. تتجاوزوا ليش؟ يعني أنا بالنسبة لي دي الكارثة الكبيرة. بعد ذلك بس معليش بعد ذلك هم مشوا سموها مفاوضات مع مكون جزء منك أنت معناه أصلا من الأساس ما في رؤية مشتركة. هي عبارة عن برنامج قصير المدى عندما جات للأشياء. بالنسبة لي أنا الوثيقة الدستورية من أساسها ما كان الناس محتاجين لها. أنا من المرحلة الأولى حتى تحدثنا فيها إنه الناس عندهم دستور بتاع 2005 دستور 2005 اللي هو عقب اتفاقية السلام الكبيرة مع جنوب السودان كل المكونات السياسية انكلودنا الحزب الشيوعي السوداني كان مشارك فيه. غاندي نحن والله يوصلنا للختام سريعا أستاذ أحمد. طريق آمن طريق يسلم السودان من كل شر ونطلع لبر الأمان. الحمد لله الآن مجلس شركاء السلام سوف ينطلق لن ينتظر ولا زي ما قلت ولا ثانية واحدة وهذا هو طريق الخلاص وطريق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة الحرية والسلام والعدالة. فنحن نساند المجلس وندعمه
عشان إنه الشعب يقدر يواجه ويجابه المهددات الأمنية والاقتصادية، والسودان يكون بلد مشرق وقائد للتغيير في السودان وفي المنطقة وفي العالم. في إشارة بسيطة برضو ناس قناة الخرطوم سبقت السياسيين، مشيتوا للسلام والتعايش السلمي والمحبة، والناس دارين ترجع تاني تجهد السلام ودارين يرجع المربع الأول. صحيح. فأنا أشيد بالحتة دي، أنا سعيد إنه حضرت الحلقة دي جزء من الحلقة. نعم، أنت كم مفترض تكون معنا بيت الحلقة، لكن الارتباط بيمكن عمل آخر ما كنت معنا، لكن إن شاء الله في مساحات قادمة تكون معنا نتكلم عن التسامح والسلام وتنزيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع. يديك العافية أكيد أستاذ أحمد عيسى، قيادي بجبهة ثورية سودانية، كثر خيرك كثير على حضورك معنا، إن شاء الله رب تقدر تحقق كل بنود السلام وتنزلوها في أرض الواقع بإذن الله. إن شاء الله. يديك العافية. نشكرك أيضا أستاذ غاندي معتصم، رئيس مبادرة تيار الطريق الثالث، كثر خيرك كثير. شكرا لكم وسعدنا بالحوار معكم. شكرا أستاذ أحمد وغادي، وإن شاء الله جميعا نعمل من أجل نهضة هذا الوطن الحبيب وسودان يسعى الجميع، والأيارات المحبة في الشارع بين السودانيين دي تنعكس عند السياسيين، يعني الشعب السوداني متسامح، ما عندنا مشاكل، ما عندنا أي مشاكل مع الآخر، بنحب الآخر. أكيد كل اللي تابعونا ليلى حسن، وشكرا لكل التيم العامل معنا أكيد في فترة السلام والمحبة والتسامح. إلى اللقاء.